مرحبا حبيباتي الكرام، أسعد الله أوقاتكم وإن شاء الله تكونون بألف خير وصحة وعافية. اليوم سوف أوافيكم بحسب اختياركم. أنا خيرتكم بين تختاروا القراءات بالفنجان أو بالكرود، فتقريبا العديد من النسب اختارت السحب عن طريق الكرود. أوكي حبيبي، ولا تنسوا كذلك دعمي والاشتراك في قناتي والتعليق واللايك والشير والسبسكرايب ليصلكم كل جديد. معكم ياسمين تحبكم في الله كالعادة. المهم اليوم سوف يكون هذا الفيديو بعنوان: هل سيعود الحبيب قريبا ومتى؟ وهل اشتاق لك؟ هل سيتصل أم عنده شخص ثاني؟ سوف نعرف كل التفاصيل، وبطبيعة الحال نعرف تفاصيل التفاصيل عن الحبيب، لأنه بصراحة وما شاء الله واللي حجز معي قراءات خاصة يؤكد لكم أنني الحمد لله في شدة الدقة، يعني حتى الأوقات أعطيكي متى سوف يعود بالضبط، ويعني كل التفاصيل تجدينها بإذن الله السميع العليم من بعد ربي سبحانه وتعالى، تجدينها عندي أنا. المفيد أنه اللي يريد يحجز قراءة خاصة يجد رقمي أسفل هذا الفيديو أو في صندوق الوصف. المهم سوف تختارين حبيبتي وتضمرين على الشخص. إذا عندك حبيب بطبيعة الحال هذه القراءة خاصة فقط بالمنفصلين، تختارين تقولين في قلبك، تغمضي عينيك وتختارين في قلبك وتقولين أنا ضمرت على فلان ابن فلانة. إذا ما عندك اسم والدته قولي أنا ضمرت على فلان ابن حواء، وتختارين من بين هذه الثلاث اختيارات. حسنا، سوف يكون الاختيار الأول حول الكرة الخضراء. سوف نبدأ بالكرة الخضراء لنعرف تفاصيل التفاصيل، وإن شاء الله سوف أوافيكم بكل الجديد بإذن الله. سوف أبدأ بهذه القراءة الأولى، إن شاء الله تكون قراءة إيجابية. ولا تنسوا أنه هذه القراءة خاصة بالمفسرين فقط، يعني لا تشمل عزاب، أو يعني تشمل فقط المطلقين والمنفصلين بصفة عامة فقط. أوكي حسنا، بالنسبة لهذه القراءة أنا مبينة معي أنه شوي قراءة مضطربة، فيها العديد من الاضطرابات والعديد من عدم فهم هذه العلاقة، يعني كأنكم أنتم مش فاهمين أين هي العلاقة، وين رايحة هذه العلاقة. أنت أصلا مش فاهمة على حالك ولا فاهمة على حال هذا الشخص المقابل. في نفس الوقت نشوفك محتارة وفي تقلبات يعني مزاجية. تقريبا أنا مبين أنه هذا الشخص شوية يعني في إلى جانب الأون والأوف بالعلاقة، موجود أنه هذا الشخص تقريبا بيفكر فيك، ولكن عدم وضوح هذه العلاقة يدع هذا الشخص يتهرب وتقريبا يروح ويرجع يروح ويرجع يروح ويرجع، ومش فاهم على حاله. يعني في طاقات التردد موجودة معي بالكروت، انه في طاقات التردد وطاقات عدم الوضوح، كأنه هذا الشخص يحبك. انا نشوف انه المشاعر موجودة بكل صراحة، المشاعر موجودة، هذا الشخص يحبك، ولكن احيانا تحسي كأنه هذا الشخص ما يحبك في نفس الوقت. يعني المزيد والعديد من التناقضات موجودة معي في الكرود. بالنسبة لهذا الحبيب هو راجع وراجع وراجع ثلاث مرات، لكن المشكلة أنه هو دائما يعود ودائما يرجع وما في علاقة جدية. يعني بالنسبة لأخذ هذه العلاقة بأمور جدية وبنوع من الصرامة يعني وأخذ القرار، لا يوجد. كأنه هذا الشخص يرجع لك صحيح في كل مرة، ولكن الرجوع لم يكن رجوع حقيقي أو رجوع لتتويج هذه العلاقة بعلاقة جدية وعلاقة تقريبا علاقة زواج، لأنه هذا الشخص شوية مو واضح بالنسبة لأموره في الزواج. بين معي أنه هو نوعا ما إنسان محب للترف ومحب للتسلية، يعني كأنه هذا الشخص مبين معي أنه شوي من النوع اللي ما يريد، عم يحس أنه مثلا لو أنت من النوع اللي تخنقي هذا الرجل، يعني عم تحسسيه بنوع من الاختناق وبنوع من القيود، هذا الشخص يتهرب منك ويريد
الحرية، نوع من الحرية، لا يريد الانعتاق، يعني يريد الانعتاق ولا يريد القيود. تقريبا أنا نشوف أنه هذا الشخص في طوالع، يعني طالع برج الثور الجدي القوس، طالع برج الثور الجدي والقوس، وكذلك برج الجوزاء، يعني هذا من الأبراج اللي مبين معي هذا الشخص، وكذلك برج الدلو مبين معي إنه هذا الحبيب من هذه الأبراج الخمسة، يعني من النوع اللي ما يريد أحد يتحكم في تصرفاته ولا أحد يأمره، يعني هذا الشخص ما يحب الأوامر وما يحب الشروط. تقريبا إنه سبب الانفصال كان لأنك أنت وضعتي له بعض الشروطات على تصرفاته، ولكنه هو من النوع اللي يتهرب ويرجع، يتهرب ويرجع، وهذا التهرب والرجوع يخليك كل مرة تحس بنوع من خيبات الأمل وأنه هذه العلاقة لن تصل إلى أي شيء. أوكي حبيبتي، لأنه في كثير من الطاقات التردد وعدم الوضوح، يعني هذا الشخص بالنسبة لنواياه هو غير واضح بالنسبة لأمور الزواج. أما بالنسبة للحب فأنا أشوف أنه الحبيب هو عائد، العودة موجودة، يعني بعد 5 أيام، بعد 5 ساعات، يعني بعد 5 أسابيع ماكسيموم ينترجع أنت وهذا الحبيب. ولكن المشكلة أنه ما يكونش إنسان جد، يعني يكون إنسان يرجع بدون أمور جدية. في نفس الوقت الرجوع قريب، يعني رح تكون 5 أيام، 5 ساعات، 5 أسابيع ماكسيموم. في نفس الوقت بالنسبة لهذا الشخص، هل يشتاق لك؟ هو يشتاق لك، ولكن في نفس الوقت عارف أنه لما يرجع لك مهما طول هذا الشخص، عارف انه لو رجع لك بكلمة واحدة انت ترجعي له وتكوني انسانة متسامحة، كأنه هذا الشخص ضمن على قلبك وعارف انه انت مهما ابتعد عنك ومهما كثر يعني اللوم وكثرة العتاب اللي كانت عندك وكثرة الاسئلة، وتقريبا عم توضع العديد من الشروطات لتحسين تصرفات هذا الشخص، ولكن في كل مرة يبتعد وثم يعود، فتصيري انت تبحثي عن متى سوف يعود، يعني ما تكونش من النوع اللي مثلا يبحث عن تصرفات هذا الشخص. لا، أنا نشوفك أنك نسيتي موضوع الشكوك ونسيتي موضوع التساؤلات ونسيتي شروطاتك، تقريبا الآن أصبحتي تبحثي عن خليه يرجع وبس، أنا ما أريد شروطات، ما أريد أوامر، خلاص. يعني كأنك تتنازلين في كل مرة، وهو شخص ذكي جدا يتهرب، ومن ثم لما يعود يعرف أنه أنت نسيتي الموضوع اللي تخاصمتم عليه، فلما يرجع يرجع عشان يرجع لك، يعني بكل بساطة نشوف أنا إنسان لعوب وإنسان يعرف ويدرك جيدا نقاط ضعفك، يعني هذا الشخص يلعب على الأوتار الحساسة وهو شخص ذكي جدا. بالنسبة للمبادرة رح يرجع لك، هو اللي رح يتصل ويرجع، ولكن أنت في حيرة من أمرك بكل صراحة، لأنه أنا نشوفك أنك تقريبا مليتي من هذا الأون والأوف الغريب والعجيب في علاقتكم، ومليتي من تصرفاته الصبيانية، ولكن رغم ذلك أنت تحبي هذا الشخص وأنت عم تنتظري هذا الشخص بحرقة يعني وبحزن، وفي نفس الوقت يعني آلمك كل هذا الأون والأوف اللي صاير في علاقتكم. لكن بالنسبة للاتصال هو رح يتصل ويرجع وترجع علاقتكم من أول وجديد. بالنسبة للشخص الثاني أنا ما بشوف أنه عنده شخص ثاني، هو عنده أشخاص ما شاء الله، لكن أنت الوحيدة اللي يشوفك إنسانة صادقة، الإنسانة البريئة والإنسانة الكويسة اللي رح تكون زوجة مستقبلية. لكن رغم أنه يشوفك مرأة مستقبلية وإنسانة جادة للزواج، لكن هو غير جاد، يعني شوفي كمية التناقض الموجودة بالكروت، فانتبهي. أنا أقول لك أنك تنتبهي على حالك، لأنه أو لا تضيعي الفرص عليك، لأنه أنت عم تضيعي كثير فرص وعم تنتظري هذا الشخص الصبياني، وهو شخص لا يتحمل للمسؤولية تقريبا. فبالنسبة للرجوع رح يكون موجود، هذا الحبيب يفكر فيه كذلك. بالنسبة للمراقبة ليست كمراقبتك أنت، يعني بالنسبة للمراقبة هو يراقبك، ولكن عارف أنك ما في عندك جديد، يعني عم تنتظري هذا الشخص وجديدك هو هذا الشخص، بس ما عندك جديد. حتى لو عندك جديد انت بترميه ورا وعم تظلك تقريبا تنتظري هذا الشخص، يعني هو عارف ومضمن على قلبك. فحبيبتي حاولي انك تفكري بأمور عقلانية، لانه هذا الشخص نوعا ما شخص محتال ويعرف كيفية امتلاك القلوب، وهو امتلك قلبك بكل سهولة. اوكي
حسنا حبيبتي، بالنسبة اللي اتطابقت معك هاي القراءة لا تنسى الضغط على زر سبسكرايب والاشتراك في قناتي ليصلك كل جديد. الآن سوف أقوم بهذه القراءة الثانية وهي حول الصحب الثاني الكرة الذهبية. هل سيعود الحبيب قريبا ومتى؟ هل اشتاق لك؟ هل سيتصل أم عنده شخص ثاني؟ طيب أنتم حاليا أنا نشوف أني اخترت الصحب الثاني عندها كسرة قلب، يعني بالنسبة لهذا الشخص كأنه خذلك في شيء ما، ما أدري ليش، بس أنا نشوف أنه في نوع من الخذلان ونوع من التعجرف. هذا الشخص عنده الكثير من يعني أنا نشوف أنه هو لئيم وما يعرف يحكيم، لا يجيد الكلام الراقي ولا يجيد الكلام الجيد. أنا نشوف أنه هو شخص ما يعرف يتقن أو يحسن كلامه. تقريبا الكروت مبين معي أنه هذا الشخص آلمك بالكلام، ربما في فرق سن بالموضوع وربما في شيء مو ضابط، لأنه أنا مبين معي أنه هذا الشخص كسر قلبك وأحزنك جدا نتيجة لعدم الاختيار كلامه وألفاظه، وترك لك جرح عميق في قلبك تسبب لك في الألم والبكاء. واللي تشاهد هذا الفيديو أنا نشوفك أنك عم تبكي حاليا. تقريبا هذا الشخص يعني حكى عن نقص موجود فيك هو والكمال لله، لكن في نقص موجود فيك أو ربما عيب أو ربما سر أنت حكيتيه لهذا الشخص، ف كأنه حكى هذا الشخص حكى هذا يعني هذا الشخص حكى لك شيء من الماضي أو ربما حكى عن عيب فيك. وتقريبا أنا نشوف أنك إنسانة مجروحة من تصرفات هذا الشخص اللئيم، يعني هو شخص لا يحسن ألفاظه ولا يحسن كلامه. ربما أنت كنت مطلقة، عندك أطفال، عندك عيب خلقي، ما أدري، بس عندك مشكلة حكيتيها لهذا الشخص، أو ربما في فارق في السن، فارق اجتماعي، فارق مادي، يعني ربما يكون هو أيسر حال منك بس ما أدري. أو في كذلك يعني بالنسبة لهذه القراءة قابلة للعديد من التأويلات، ربما هذا الشخص خبرك أنه الأم غير موافقة أو ربما أهله غير راضين على هذه العلاقة، لأنه في موضوع محزن بالكروت بكل صراحة. هذا الانفصال تم ليس لأن هذا شخص لعوب، بالعكس أنا نشوف أنه كان كويس معك، يعني بالنسبة لبداية علاقتكم كانت جيدة جدا، ولكن في مشكلة صارت خلت الأمور تنقلب إلى 180 درجة، وكانت هذه الانقلابات يعني غير يعني مو لصالحها هي العلاقة بكل صراحة. في نفس الوقت أنا نشوف أنه هذا شخص عارف حاله أنه أوجعك بالكلام، أنه قال شيء مو كويس لك، ولكن رغم ذلك مو من النوع اللي يعترف بخطأه، من النوع المكابر، من النوع الأحمق تقريبا، لأنه مو من النوع اللي يحسن اختيار ألفاظه وكلامه. بالنسبة لعودة هذا الحبيب، هو رح يرجع لك، ولكن أنا نشوف أنه الحزن عميق، يعني كأنك ما رح تسامح هذا الشخص، كأنك ربما أنت إنسانة وعدك بالكثير، أو ربما شوفي يعني بالنسبة لهذه القراءة أنا كما ذكرت لك أنه هي قابلة للعديد من التأويلات، ربما هذا الشخص وعدك بأشياء كذلك. أنا نشوف أنه في وعود بالنسبة لهذه القراءة الثانية، أنا نشوف أنه في وعود، لكن هذا الحبيب تم التخلي عن الوعود، أو ربما صارت مشكلة في عائلته تم رفضك فتسببت لك هذه العلاقة في الحزن، لأنه في كسرة قلب يعني بالموضوع بكل صراحة. أنت الآن حزينة ومجروحة ومكلومة، ولكن حبيبتي إن بعد الصبر يجيك الفرج، وأنت مبتلية من عند الله سبحانه وتعالى. نعرف أنه هي علاقة بالسنوات، ولكن أنت هذه الحياة يعني هي تجارب في نهاية الأمر، ورغم كل هذه الظروف وهذه التجارب الأليمة إلا أنك تصبحين مرأة أقوى وأقوى بعد كل هذه الأحزان وهذه الآلام. أوكي، أما بالنسبة لهذا الحبيب، هو العودة موجودة، لكن كأني أراك لن تغفري لهذا الشخص على الكلام وعلى الوعود الزائفة إذا وعدك بشيء، لأنه هاي العلاقة الانفصال تمت نتيجة لأنه خلف وعده، ما يعني ما تم القول بالوعود اللي صرح بها، أو ربما أنه هذا الشخص جرحك أو
أخبرك أنه أمه غير موافقة، ربما لأنه في اختلافات أو فوارق مادية، أو ربما أنت الوضعية يعني العاطفية اللي عندك، ربما أنت امرأة مطلقة وعندك أطفال، أو ربما كنت مطلقة يعني زواج بدون بناء، أو ربما عندك زواج فاشل قبل، ما أدري. بس في كلام جارح، في كلام، في ردود أفعال سيئة من هذا الشخص، ولكن أنا نشوف أنك كأنك ما عملتي ولا ردة فعل. تقريبا مبين معي في الكروت أنك تركتي الأمر على ربي وأكثرتي من دعائك، ودعائك مستجاب. خذي حذرك وخلي إيمانك قوي أنه بالنسبة لدعائك مستجاب. بالنسبة للعودة، هو العودة موجودة بإذن الله السميع العليم، راح تكون بعد وقت، والوقت راح يتطلب شوية وقت، يعني شهر، أسبوع، شهر. أنا نشوف أنه على أقصى تقدير راح يكون شهر بكل صراحة. وما أنت، أنا نشوفك أنك صحيح دخلتي هذا الفيديو عشان تعرفي هل الحبيب راح يعود أم لا، لكن في نفس الوقت كأنك الآن في مرحلة من النسيان ومرحلة الشفاء، ومرحلة أنت الآن في مرحلة ما بين الألم والشفاء، ولكن خذي حذرك من أنك سوف تشفين، وسوف يبقى كل هذا الكلام كلام ولن يدوم الحال. يعني بالنسبة لدوام الحال من المحال حبيبتي، إن شاء الله نقول لك أنه بالنسبة للرجوع قريب. هذا الشخص هل اشتاق لك أم لا؟ هو اشتاق لك على فكرة، هو مشتاق لك وحابب أنه يتصل فيك، ولكن غير قادر على الاتصال لأنه عارف حاله أنه هو ألمك وجرح لك مشاعرك، أو ربما حتى تسبب لك في جرح الكرامة، يعني أو في جرح مشكل عندك، أو سر، أو وضعية، يعني وضعية تقريبا في فوارق اجتماعية أو مادية أو ما أدري، بس فوارق المهم موجودة. وهذا الشخص حكى عن هذه، أو حكى عن عيب من عيوبك، ولم يتم تقريبا يعني الوفاء بوعوده، وعوده كلها كاذبة. بالنسبة لهذا الشخص هو مشتاق لك كما ذكرت لك، ولكن هل سيتصل؟ هو سوف يتصل ولكن بعد وقت، يعني ماكسيموم رح تكون شهر. هذا الموضوع رح يكون شهر. هل عنده شخص ثاني؟ هو ما عنده شخص ثاني، ولكن مجبر على أنه يكون عنده شخص ثاني، وهذا الشخص رح يكون قريبة من قرايبه، يعني تقريبا تكون قريبة مختارة من عند الوالدة. هذه المرأة ليس على تواصل معها، هذه البنت يعني اللي اختارتها له أمه ليس على تواصل معها، ولكن كأنه هذه الأم ما شاء الله عليها، يعني فرقت قلوب حبيبين وتسببت في الضغط على هذا الحبيب وتركك، ولكن هو مكره على أنه يحكي معاك أنه غير جاهز للزواج، أو ربما عم يحاول أنه يؤلمك كأنه تسبب لك في ألم عشان يكون مكره أنه يفصل هذه العلاقة بكل، ليس بكل ودية لكن بكل عنف وبكل ألم. لكن هو بالنسبة لهذا الحبيب هو يحبك، ولكن ما عنده شخص ثاني، ولكن في الطريق بكل صراحة، لكن ما يحبها. بالنسبة لهذه المرأة أنا ما بشوف أنه هو يحبها، بل هو مجبر على أنه يتزوجها. أوكي حبيبتي، لكن بالنسبة لهذا الحبيب يحبك لكن مو قادر على أنه يتواصل معك، مو قادر على التواصل نظرا لأنه زعلك وجرحك وآلمك. فإن شاء الله حبيبتي، إن أنا أعرف أنه هذا السحب حزين شوي، ولكن تذكري جيدا أنك مبتلية من عند الله سبحانه وتعالى. الله يختبر في صبرك، أنت مرأة قوية وجميلة وتستحقين كل الخير. يعني عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. حاولي بقدر المستطاع أن تكثري من صلاتك ومن الزكاة كذلك. حاولي أنك طلعي صدقة لنسيان هذا الشخص، لأنه هو شخص لا يستحقك. على الأقل كان أنه يفصل هذه العلاقة بكل ودية، بس هو الرجوع موجود في نهاية الأمر، ولكن ما في منه فائدة. فحاولي أنك تنسي هذا الشخص عشان كرامتك، وعشان أنك تخلي أحد آخر في حياتك يكون مناسب أحسن من هذا الحبيب. أوكي حبيبتي، أشكر هذا اللي اختار الصاحب الثاني. بصراحة يعني أنا حاسة فيكم وفي وجعكم، بس حاولوا أنكم تذكرون يعني أنه
الإنسان يعني الطيبون الطيبات والخبيثون الخبيثات. وإن شاء الله حبيبتي ربي يعطيك كل اللي تتمناه. أنت امرأة مؤمنة وقوية، مؤمنة بالله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت امرأة قوية سوف تجتازين هذه المرحلة بإذن الله السميع العليم، وسوف تكونين أقوى إن شاء الله. حسنا، لا تنسوا الضغط على زر سبسكرايب ودعمي والاشتراك في قناتي. أحبكم في الله، معكم ياسمين من قناة تاروت ياسمين. للتواصل معي ولحجز قراءة خاصة تكتبين لي عن طريق الواتساب رسالة فيها اسمك واسم والدتك واسم الحبيب. وبالنسبة للحجز يعني بعد الدفع مباشرة تتواصلين معي بعد نصف ساعة من الدفع. أنا الشيء المميز في قناتي أنه قراءاتي يعني مباشرة على طول، ترسلين الوصل بعد نصف ساعة بالضبط أتواصل معك عشان القراءة الخاصة. أوكي حبيبتي، هذا هو المبدأ في قناتي إنه قراءتي مباشرة، ما تنتظري، ما عندي أنا قراءات فورية للاستغلال $200 أو ما أدري. لا صحيح المبلغ يعني بسيط مو كثير، وفي نفس الوقت قراءاتي معمقة مطولة. إذا شفت إنه يعني نوعا ما تستحقين الإطالة أطيل معك يعني القراءة، ما عندي أي مشكلة. أنا مو من النوع اللي مثلا أخبرك لا أنت تزيديني المبلغ عشان أزيدك وقت. لا حبيبتي، هذه مسألة إنسانية في نهاية الأمر. صحيح أنا أشتغل عشان يكون المقابل مقابل مادي، ولكن في نفس الوقت عشان أعمل علاقات إنسانية مع الناس، وهذه هي الحياة تستمر يوم ليك ويوم عليك. وإن شاء الله أكون أنا شخص مبعوث من الله عشان أخيرك وعشان تختاري الصح. أوكي، ننتقل للسحب الثاني لنعرف مشاعر الحبيب وهل سوف يتصل. السحب كويس، حلو، سحب حلو، أنا نشوف أنه سحب حلو. حسنا، هل الحبيب سوف يعود قريبا؟ أوكي، الظاهر أنه اللي اختارت السحب هذا الثالث وهو الكرة الزرقاء أنكم انفصلتوا جديد، يعني انفصلتوا جديد تقريبا، عندكم وقتين يعني ساعتين يومين أسبوعين شهرين، المهم أنه الانفصال جديد وجديد جدا. وفي نفس الوقت تم هذا الانفصال نتيجة للغيرة المفرطة، أنتم الاثنين عناديين جدا يعني ما شاء الله. هي بالنسبة لهي القراءة أنا نشوف أنه قراءة كويسة، يعني أنه في طرفين إيجابيين، اثنين تحبوا بعض، بالنسبة للحب متبادل، هذا الشخص يحبك لكن أنتم الاثنين عناديين. أنا مبين أنه في طالع الاثنين ناريين، المهم اثنين هوائيين اثنين ناريين، الاثنين ربما ترابيين أو هوائيين. المفيد أنه أنتم الاثنين عندكم نفس الطالع، يعني يا إما أنتم الاثنين طالع هوائي طالع مائي، المفيد أنكم عندكم نفس الطالع مبين معي في الكروت، عندكم نقاط مشتركة، هذا توأم شعلة، هذا الشخص هو توأم شعلة، الحب موجود ما شاء الله، الحب موجود، علاقة حب جميلة جدا فيها توافق بنسبة كبيرة جدا، تقريبا 80% نسبة توافق. لكن الشيء اللي ما اللي فيه نقطة الاختلاف انكم الاثنين عناديين والاثنين تتخاصمون على ابسط الاشياء. في نفس الوقت انتم الاثنين محسودين على هاي العلاقة، يعني في اقرب وقت لازمك تسوي تحصيل عشان هاي العلاقة وعشان تهدى النفوس ما بينك وما بين هذا الشخص. صحيح الحب موجود، العشق موجود، الاهتمام موجود، لكن عندكم كثرة الغيرة وكثرة الاسئلة وكثرة الشكوك وكثرة العناد وكثرت يعني ما أحكي لكم على الكم الهائل من العناد، وكثرت المكابرة وكثرت الغرور، ما شاء الله ما شاء الله وتبارك الله على الغرور اللي عندكم. ما أحد فيكم راضي إنه يتنازل على الطرف الثالث، على الطرف الثاني عفوا. أوكي، لكن أنتم الاثنين رغم أنكم تكابروا وتعاندوا ولكن الحب موجود، وهذا شيء إيجابي في الكروت، وأنتم منفصلين جديد، يعني الرجوع حاصل بالنسبة لعلاقتكم بإذن الله السميع العليم. لا رغم أنه مو ضمن العنوان، يعني مو ضمن عنوان الفيديو، لكن دعيني أخبرك أنه هذا الشخص اللي دمرت عليه هو نصيبك وحلالك وزوجك المستقبلي، وكذلك أنت راح تكوني زوجته المستقبلية بإذن الله السميع العليم. لكن حاولوا بقدر الإمكان أنكم تفهموا على حالكم، حطوا النقاط على الحروف
وافهموا على حالكم وتعلموا من أخطاء الماضي، ما تعيدوا نفس الكرة. يعني أنتم الاثنين كأنه نفس السيناريو، عم تدوروا في دائرة مغلقة. أنا نشوف أنه في الجوكر، لكن جوكر يكون كويس مو مقلوب، يعني أنه أنتم الاثنين تحبوا بعض لكن مكابرين تقريبا في المكابرة والغرور والعداد. لكن حبيبتي شوفي، أنا نقولك أنك لازمك تتعلمي من أخطاء الماضي، وكذلك حتى هو لازم يتعلم من أخطاء الماضي. بطلوا شوي، أنتم الاثنين اجتماعيين، يعني أنتم الاثنين اجتماعيين وكويسين، يعني على المستوى الاجتماعي الاثنين ما شاء الله عليكم. هو ربما أنت مغرومة بالسوشيال ميديا، يعني بالإنستغرام، بالسناب شات، بالتويتر، يعني مغرومة، وهو كذلك مغروم بالسناب شات، بالتغريدات، بالواتساب، بالإنستغرام. يعني هذا الشخص كذلك هو اجتماعي على السوشيال، على المواقع التواصل الاجتماعي. أنتم الاثنين عندكم متابعين، عندكم معجبين، ما أدري، بس أنا عم شوفك أنك ربما أنت ميك اب ارتست أو موديل أو ما أدري. وكذلك هو في نفس الوقت يعني متابع ومغروم بالموضة، مواكب للعصر. يعني ما شاء الله عليكم الاثنين اجتماعيين، أو ربما أنكم تدرسوا مع بعض، أو ربما أنتم زملاء يعني في العمل، فدائما عندكم المفيد أنه عندكم متابعين مشتركين، معجبين مشتركين، وفي نفس الوقت بين انه عندكم معجبين كثر، يعني لك ولا هو فدائما عم تتخانقوا على نفس السبب، الغيرة والشكوك والغرور والكبرياء وإلى غير ذلك. بالنسبة للرجوع رح يكون موجود بإذن الله السميع العليم، رح يكون بعد 3 أوقات، يعني بعد 3 أشهر، لا مو 3 أشهر، رح تكون قريبة جدا، بعد 3 ساعات من لما تشاهدي هذا الفيديو رح ترجع انت وهذا الحبيب، بعد 3 ساعات او بعد 3 ايام ماكسيموم رح ترجع انت وهذا الحبيب، رح تكون مدة قريبة وقريبة جدا. في نفس الوقت هذا شخص مشتاق لك، والشعور متبادل، انتم الاثنين توأم شعلة، الشعور متبادل، الاثنين تحبوا بعض، لكن المشكلة انكم الاثنين مكابرين، فحاول على الاقل انه احد منكم يتنازل هذه المرة عشان ترجعوا، يكفي كبرياء وغرور. في نفس الوقت هل سوف يتصل؟ المشكلة انه لو ما اتصلتي انت راح تظل الامور معلقة، وانت راح تشوفي حالك انك ربما تنازلتي فما يصير هيك. وهو كذلك اذا تنازل هو هذه المرة وتكون المبادرة منه، راح يفكر انه هو كأنه مكره على انا نشوف انه كأنه عم يشوف حاله انه تنازل عن كرامته كذلك في المقابل. فشو الحل حبيبتي؟ اذا تحبين هذه العلاقة ظل هيك معلقة، أو تريدين الصلح؟ أنا نقول لكم أنه بالنسبة للرجوع رح تكونوا رجعة متبادلة، يعني أنتم هو ما رح يرجع لك وأنت ما رح ترجعي له، رح ترجعوا لبعض بشكل يعني ربما عن طريق كومنت، عن طريق لايك، ما أدري، بس رح يكون في رجوع. المهم يكون رجوع متبادل. في نفس الوقت ما شاء الله عليكم الاثنين عندكم حس من النوع من حس فكاهي، ما شاء الله عليكم الاثنين يعني محسودين على انكم تكونوا كابل، يعني انتم كابل مثالي بالنسبة لي. لكن اذا انت تشوفين انه هذا شخص يعني حابة تسألي هل هذا شخص عنده شخص ثاني، لا ما عنده ولا اي حدا، هذا شخص يحبك انت، خط القلب موجود معك انت والحب موجود معك انت، لكن حاولوا تفهموا على بعض لانكم انتم الاثنين ازواج باذن الله السميع العليم. وبالنسبة لهذه القراءة تخص المنفصلين والمطلقين، إذا ضمرتي على طليقك فرح ترجعي له، إذا ضمرتي على حبيبك فرح ترجعي وتتزوجي، كذلك إذا ضمرتي حبيبتي على طليقك فرح ترجعي وتتزوجي. أنا نشوف أنه النصيب موجود والحب موجود بإذن الله السميع العليم، رح ترجعي أنت وهذا الشخص بعد 3 أوقات، 3 ساعات أو 3 أيام ماكسيموم. ولا تنسي أنك تكتبي لي، لأني أنا ما شاء الله علي يعني في القراءات الخاصة أعطيكي بالتدقيق متى سوف يعود ويرجع لك في الوقت المحدد. وبطبيعة الحال أنا نشوف أنكم كويسين على بعض، بس حاولوا أنكم نوعا ما تبطلوا هذا التمثيل والادعاء بالمكابرة والغرور. والرجوع موجود، راح يكون قريب، هذا الشخص يفكر فيك، مشتاق لك، وانتم ما شاء الله يعني حتى رجوعكم يكون فكاهي كأنكم ترجعوا هيك، يلا ليش احنا هيك، يعني
أو شو أخبارك، يعني ما تدخلوا في أمور رسمية، دائما عم لما ترجعوا بشكل فكاهي تقريبا، ما أدري بلايك كومنت، بيحكيك بيرسل لك نكتة، بيرسل لك شيء فيديو مقطع مضحك، المفيد إنكم ترجعوا. أوكي، فأنا نشوف إنه الرجوع رح يكون موجود، هذا الحبيب يحبك وكذلك أنت، لكن بطلوا العناد والغرور كما ذكرت لك هي. أوكي حبيبتي، هذه هي القراءة الثالثة، قراءة مفرحة على الأقل، هناك قراءة جدا مفرحة، أنا نشوف إنكم رح تكونوا نصيب بعض. حبيبتي لا تنسي الضغط على زر سابسكرايب إذا شفتي إنه هاي القراءة مطابقة لك، والاشتراك في قناتي ودعمي، واللي يريد حجز قراءات خاصة يتواصل معي عن طريق الواتساب، موجود رقمي في صندوق الوصف أو أسفل هذا الفيديو في أول تعليق. أشكركم حبيباتي اللي اخترتوا وتابعتم قناة تاروت ياسمين ريدينج تارو، أنا أحبكم في الله، وإن شاء الله يسعد لي أوقاتكم يا حبايبي الكرام، أحبكم جدا جدا. للتواصل معي لفك لفك عمل سحر، يكون سحر علوي بطبيعة الحال أو سفلي المفيد، وإذا تحبي تعملي عمل تحصين لعلاقتك أنت والحبيب، أو إذا تريدين فك سحر يعني معمول للحبيب أو تسهيل الزواج أو رجوع، بإذن الله السميع العليم التجارب اللي عندي مضمونة، مجربة ومضمونة، وإن شاء الله حبايبي أحبكم في الله، وإن شاء الله أوفيكم بالعديد من الفيديوهات الجميلة التي مثل قلوبكم الجميلة، أحبكم في الله مرة أخرى. لا تنسوا دعمي، إن شاء الله تكونوا بألف خير وصحة وعافية، إن شاء الله ترجعي أنت وهذا الحبيب. لا تنسى أن دوام الحال من المحال، أكيد جدا مهما ابتعد ومهما رح تظل كل هذه الأيام ذكرى جميلة يخلفها لك الله، يعني تخلفها لك الأيام، وأنا أحبكم، وإن شاء الله ربي يسهل أموركم وأحلامكم ويحقق أمانيكم عاجلا وليس آجلا يا الله، بإذن الله سميع العليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي مني لكم من تونس إلى كل الدول العربية وكل الجالية في الدول الأوروبية أو الدول الإفريقية عامة. السلام عليكم.